سمعت قصة مرة، واحد كان بليلة عرسه، هو بليلة العرس انتبهنا من متعلمين شرع، هن في مغني عم بغني وحالي مهم والأهل والأصحاب كلهم هنيك، فإجا بده يشربها، فسبحان الله العظيم هو عم بيشربها نزل شيء على ثيابها على ثوبها يلي هو أصلا شاريه، وهي بليلة العرس. قام شو قالت له قدام الناس واللي بصور عم بيصور، قالت له شو أعمى منك شايف انتبه، عم طلع فيها هيك، هو منه متعلم شرع بس انه في رجال هيك طلع فيها هيك، يعني يمكن حسبها دغري براسه انه اذا باول ليله وهيك شو حال. بعدين راح اخذ الميكروفون تبع المغني قال له السلام عليكم ان شاء الله تكونوا مبسوطين كذا وهيك وما اعرف شو، بدي اعلنكم شيء، بدي لكم خبر، زوجتي طالق بالثلاثه، في حدا هون من النساء عبالة تتزوجني؟ فبنت عمه رفعت ايدها، بنت عمه رفعت ايدها، فجاب ابوها وكان في جهود، عملوا عقد، خلى هيدود عملوا عقد، خلى هيديك الامرأة العروس تروح، وهو قعد بنت عمه وين على كرسي زوجته القديمة وكفى الزواج. فالكلمات النابية من اللي بتطلع من تم المرأة يعني سبحان الله صعبة صعبة جدا تنبلع. فلذلك أختي الكريمة ما توقعي بهذا الفخ للشيطان، ما توقعي بفخ الشيطان هذا، لأنه أنا ما بضمن لك إذا بتكبر راس أو بتحكي كلام نابي أو بتسبيه لزوجك شو حيصير. ما كل الرجال بيقدر يضبط حاله، أما أنت تقدري تضبطي حالك قبل ما تحكي هذا الكلام، فما تخرب بيتك، انتبهوا شو بيطلع من لسانكم. ونفس الشيء الرجل يعني